بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدتنا رقية، عليك التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الزكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، وجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف، ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.